مرحبا. بحيرة لاغونا كولورادو موجودة ببوليفيا على طول الحدود التشيلية. هالبحيرة تعتبر من أغرب البحيرات بالعالم، فبتبرز فيها صخور الكريستالية الملحية ذات اللون الأبيض، وبتختلط بتجانس مع لون المياه الأحمر يلي بتحتوي على طحالب ورواسب منحتها هاللون. نرجع لأخبار طقسنا، فعم ينحسر المنخفض جوي تدريجيا والأجواء عم بتميل للاستقرار خلال الأيام الخمسة القادمة، وعم يكون الجو بارد وغائم جزئيا بشكل عام. أما درجات الحرارة فعم بتميل للارتفاع شوي، لكن عم تبقى أدنى من معدلاتها بأغلب المناطق السورية. ليلا عم بيكون الجو بارد لشديد البرودة على المرتفعات الجبلية، ويحذر من تشكل الضباب والسقيع بأغلب المناطق وحدوث الجليد على الطرقات. بالنسبة للرياح عم بتكون شمالية لشمالية شرقية معتدلة لخفيفة السرعة، عم توصل لعشرة كيلومتر بالساعة، والرطوبة عم تتراوح بين 50 و80%. أما البحر فعم يكون متوسط لخفيف ارتفاع الموج، ودرجة حرارة المية عم توصل ل 12 درجة. رح ننتقل سوا لنشوف كيف عم يكون الطقس بالساعات الجاية بالعاصمة السورية دمشق. عم يكون جونا غائم جزئيا، ودرجات الحرارة عم تتراوح بين الناقص 2 وال 11 درجة. أما كيف عم يكون الجو بأهم المدن والمناطق السورية رح ننتقل سوا لنشوف. بالسويدة بالجنوب طقسنا غائم جزئيا، ودرجات الحرارة عم تتراوح بين ناقص 2 و8 درجات، وبدرعا درجات الحرارة عم توصل ل 12 درجة. أما بالقنيطرة فدرجات الحرارة عم توصل ل 7 درجات، وطقسنا مكفي غائم جزئيا. بالمنطقة الوسطى بحمص وحما أيضا عم بيكون في برد كتير، ودرجات الحرارة عم توصل ل 9 بحمص، وبحما درجات الحرارة عم تتراوح بين ناقص 2 والعشر درجات. على ساحل بطرطوس واللاذقية طقسنا مكفي غائم جزئيا، ودرجات الحرارة عم توصل باللاذقية ل 12 درجة، وبلواء اسكندرون درجات الحرارة عم بتسجل الدنيا واحد العليا 10 درجات. أما كيف عم يكون طقسنا بالمنطقة الشمالية بحلب وقلب رح ننتقل سوا لنشوف. كفي طقسنا غائم جزئيا، ودرجات الحرارة عم تتراوح بمدينة حلب بين الناقص 3 والتسع درجات. ضل أخيرا ننتقل سوا لنشوف كيف عم يكون الطقس بالمنطقة الشرقية. رح نبدأ مثل العادة من مدينة الرقة، جو عم يكون أيضا غائم جزئيا، ودرجات الحرارة عم تسجل الدنيا ناقص 2 العليا 9. وبالحاسكة درجات الحرارة عم توصل للعشرة، وطقسنا مكفي غائم جزئيا. أما أخيرا بدير الزود درجات الحرارة أيضا عم تسجل الدنيا ناقص 3 العليا 10 درجات، والطقس مكفي غائم جزئيا. هاي كانت أخبار طقسنا للساعات الجاية. لتعرفوا تفاصيل أكثر عن طقس الأسبوع انطروني بكرة. باي.